هوية بريس. توارتي عز العرب بائع الفواكه. السبب ديال الارتفاع الاول في هادشي هو المازوت. من نهار اللي غلى المازوت زاد ديك 3 درهم ولا 4 درهم حتى السلعه زادت ديك 3 درهم ولا كيما زاد المازوت كيما زادت السلعه. هذا العامل الاول. وعاد العامل الثاني هو شويه قلت هاد المطر سوا داير شي شويه ما كاينش الماء شويه قليل حتى السلعه شويه قليله. واخا انت تحكي لينا على غلاء المازوت يعني نعم. رغم انهم خذوا الدعم نعم من طرف الدوله نعم. لا ما كاين بحال ما باينش الدعم كاع ما باينش الدعم اللي كاين بحال ما كاينش كاع ما تنشوفوش مثلا كاع الضرر كاين على المستهلك الباعه ما عندهمش شي ضرر الضرر اللي واكله هو المستهلك المستهلك مسكين هو اللي تيجي تيشري هو اللي تيلقى الغلا اما بالنسبه لنا حنا كبياعه راه ما عندناش فيه الضرر حنا يقدر يكون عندنا فيه الربح اكثر من الضرر حيت حنا قلت يقول لك شري العافيه وبيع لسانها حنا الغلاء مزيان لينا ولكن بالنسبه للمستهلك خايب ليه هو اللي تياكل عصا مسكين المساله حنا عندنا عاديه بالنسبه للناس اللي تيدخلوا للمارشي تيدخل كونتيتي كبيره هو اللي تيلقى شويه ديال فهمتي جاي شي شخور من بعيد من اكادير ولا من كذا هو اللي عنده شويه ديال يعني تما في هذيك الطريقه من يعني أيه هو تتزاد درهم مثلا درهم من تزاد المازوت زادت درهم جوج دراهم تزادت في اي حاجه مثلا كانت البطاطا ب 60 ريال ولات مثلا ب 100 ريال نجيني اي سلعه كانت عندنا ب 10 درهم ولات ب 260 بحال البنان بحال التفاح بحال العنب هادو السلعه ديال 10 درهم ديال 160 ولات ب 260 الناس اللي تجيو تقداو تيجي من داكشي مشيو مساكن حنا تنحسوا بهم بزاف اكثر من حنا حيت حنا واخا تتبيع راك تتصور خبيز اما اللي تياكل هو اللي واكل العصا المستهلك بصفه عامه هو اللي مسكين عنده شويه الضرر والله يجعل ربي يرحمنا بالرحمه ديالو حنا دابا واقفين على شويه المطار الله يرحمنا بالرحمه ديالو اسم عبد الرحمن الكعبوشي امين ديال سوق الصالحين بالخضر الاثمنه ديال الخضر مرتفعه من المارشي ملي كنجيبوها هما كيجيبوها من الفيرمات كيجيبوها مرتفعه في الثمن وحنا ملي كيبيعوا لينا كيبيعوا لنا مرتفعه في الثمن بالنسبه ديال بحال دابا هذا اللفت كنا كنشريوها السنين اللي فايته كنشريوه 30 درهم 40 درهم حتى 60 درهم دابا كنشريوه من 100 درهم حتى 150 درهم بالنسبه للخيزو كنا كنشريوه كان بعد السنين اللي كانت السنين اللي فاتت كنا كنشريوه دابا في المثل 60 50 70 درهم دابا حتى 100 درهم كناخذو حتى 100 درهم 190 هكا باش كيتراوح بالنسبه للبطاطا 5 دراهم 5 دراهم قال 2 دريال كنا كناخذوها حنا ما كتفوتش 3 دراهم 3 دراهم ونص بالجمله دابا كناخذوها 5 دراهم 5 دراهم قال 2 دريال 98 100 دريال باش اللي كاين بالنسبه للفلفله والفلفله والدنجال الفلفله والدنجال كنا كناخذوها حتى هي كتاخذوها ديال الفلاحه كناخذوها للصندوق كناخذو ديك 800 600 1000 دابا كناخذوها حتى 90 درهم للصندوق الصندوق ديال الفلفله كيدير لنا 14 كيلو هو اللي كيخرج 14 كيلو الدنجال كيخرج لنا 20 كيلو الا خرجنا كناخذوها حتى 100 درهم 80 درهم 80 درهم مضروبه في جوج شحال كتعطينا كتقريبا كتعطينا 7 دراهم والصرفعه في هذا ديال الاخر كنبيعوها حنا ب 6 دراهم مطيشه دابا كتراوح دابا في هذه الايام هذه كتراوح ما بين 180 درهم حتى 200 درهم هادشي اللي كاينه وبالنسبه للبصله حتى هي راه النسبه هي زايده في الثمن حتى هي راه طالعه في الثمن من 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 ارتفاع الاغلى دابا حتى المواطن ديال الاستهلاك قليل ما كون كان المواطن كاين الاستهلاك بزاف كاين الثمن مرتفع اكثر مازال دابا راه في المثل كتبيع واحد 60% ولا 50% اللي كتبيع فيها ما كون كنبيعوا في تقريبا 100% غيكون الثمن مرتفع بزاف المواطن حتى الماكله ديال المواطن ناقصه الثمن يعني كتشوف هذا عزوف المواطن راجع لسبب الارتفاع حتى الله يحسن العون الانسان ما عندوش شي كيدي كيلو كيخص يدي نص كيلو كيبغي يدي جوج كيلو كيدي كيلو الخضره ما مسعرش دابا سيدي ماشي زعما نقول لك نوبه كطلع نوبه كتهبط ماشي زعما الناس مشكلين نهار كنا نهار ثمن ماشي دايرين شي حاجه ديال لا ما كاينش شي ثمن ترى داير حتى بالزمع انا النوبه كتكون هابطه النوبه كتكون طالعه وفي هذا الوقت كتكون طالعه الخضره وهنايا كاين الضرر بزاف عندنا حنا ضرر سيدي كنجيبوا السلعه كنلوحوها ما كتمشيش والسوق اليوم اللي شويه كيدور فيه اللسان السبت والحد اللي كيدور اللسان ونهار الاثنين ما كتشوفش بنادم كاع
اثنين وثلاث ولا اربعة وكل شيء ما كتشوف الناس. ذي أسبوع عندك السبت والحد هما اللي كاينين هما خدامين شوكو كثيرتهم كلهم ما كانش خدامين. عندو سبب أجنبيين دايرين بأسواق بزاف ماشي مجولين برا وهم اللي ما خلاو السوق يعمر. وكاين اللي ساد دابا ملي شد الحانوت هو ساد ودابا ما كاينش بنادم كاع اللي كاينين على برا وهنا ما كيدخلوش. هوية بريس.